كثيرا جلالة الملك وسمو ولي العهد، نحترمهم كثيرا ويحترمهم جميع في الشرق الأوسط. الشيخ محمد أيضا محارب كبير في الإمارات العربية المتحدة، كلهم سيجتمعون معا وستكون لك حفلة كبيرة جدا وسندعوكم لحضورها. هل من أسئلة أخرى؟ الكل كان يتابع ليلة أمس، بدأت أكثر هدوءا خلال المناظرة. هل حاولت تغيير استراتيجيتك أم حاولت أن تلعب حسب القوانين؟ أعتقد بأن الأسلوب الآخر أكثر فعالية فيما يخص الأعمال والحياة. الأسلوب الأول كان رائعا جدا. هناك بعض الأشخاص العدائين الذين أحبوا المناظرة الأولى، ولكن هذا هو الأسلوب الأفضل. أردت أن ألعب حسب القوانين وشعرت تجاه ذلك بقوة. أسلوبان مختلفان تماما. أنا قادر على اتباع أساليب مختلفة، ولكن يبدو أنها كانت أكثر شعبية. هل أنت مستعد لمناظرة أخرى؟ نعم، ولكن لا أظن هنالك أي سبب يعد ذلك. ربما استطاعت الرأي كانت الأسوأ. تحمل مسؤولية الجائحة. أنا دائما أتحمل المسؤولية وقمت بعمل رائع، والأشخاص من حولي قاموا بعمل رائع، مثل هؤلاء قام بعمل عظيم. المسؤولين عن الجائحة ما قام به لأجل التنفس الاصطناعي والمعدات ولتزويد المعدات للحكام الولايات، لم تكن لديهم أي معدات وزودناهم بها. لقد قمنا بأفضل عمل شهدوه أحد حكام الولايات، قال أنه لم يشهد مثل هذا العمل من قبل. جعلناهم يبدون بشكل جيد جدا، ولدينا حكام ولايات رائعين جدا. لم يكن لديهم أي شيء، لا أجهزة التنفس الاصطناعي ولا ملابس ولا أقنعة ولا أي شيء، وحصلنا عليها. وفكروا في الأمر، أجهزة التنفس الاصطناعي صعبة جدا، لا يوجد شخص واحد مع كل ما يجري، لا يوجد شخص واحد بحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي ولم يحصل عليه، وهذا لا ينطبق على أي دولة أخرى، فقط القلة تمكن الحصول عليها في دول أخرى. الآن نزود أجهزة التنفس الاصطناعي لدول أخرى لأنها صعبة جدا ومعقدة لصناعتها ومكلفة أيضا. أعتقد بأن قولها عمل عظيم ورائع. أعتقد بأن صنع اتفاق مع ناسي بلوسي. الرئيس كان واضحا جدا وأن توجيهاته لي، إذا تمكننا من عقد اتفاق المناسب سيحصل ذلك. نحن تحدثنا مع ناسي بلوسي وقدمنا تنازلات حول عدة مسائل، وإذا ما أرادت أن تقدم التنازلات سيكون هنالك اتفاق. ولكننا حققنا تقدما كبيرا في مجالات عديدة، ولكن تزال هنالك فارقة كبيرة وجوهرية. ذكرت ذلك ليلة أمس حول الفروقات. هي تريد أن تدعم الولايات الديمقراطية المدارة بشكل سيء جدا فيما يخص الجرائم واقتصاديا. هي تريد أن تدعم الولايات الديمقراطية المدارة بشكل سيء جدا، تحدث عن أموال طائلة، ولا نريد أن نكافئ مناطق في بلادنا لم تقم بعمل رائع. الكثير من تلك المناطق لم تقم بعمل جيد فيما يخص الرعاية الصحية وكوفيد 19، نيويورك وولايات أخرى. كانت صعبة جدا، ولكننا لا نريد أن نفعل ذلك. والآن نحن نتحاور وسنرى ما يحصل. الآن أعتقد بأن نانسي تفضل الانتظار لما بعد الانتخابات، وربما هي مكسب بالنسبة لها. الشعب الأمريكي يعرف بأن هي من يعيق الأموال للذهاب إليهم. هذا ما أؤمن به. هي ترها على أنها نقطة انتخابية جيدة بالنسبة لها للثالث من نوفمبر. أود أن أرى حصول الشعب على الأموال، وهي لا ترد ذلك قبل الانتخابات. هذه ليست نقطة إيجابية لها، ونحن نريد من الجميع أن يحصل أموالهم. الذنب ليس ذنبهم، هو ذنب الصين. ذنب الصين. هذا الوباء جاء من الصين. يكفي. شكرا. طرحت 4 أسئلة. نحن نتحدث عن ذلك ونعمل مع أرمينيا، ولدينا علاقات جيدة جدا مع أرمينيا. الشعب رائع وعظيم، وسنرى ما يحصل. لا أريد أن أجيب، وسنرى ما يحصل. حققنا تقدم كبير جدا فيما يخص ذلك. أرمينيا، لدينا الكثيرون من يعيشون في أمريكا من أصول أرمينية، وهم أشخاص رائعون وسنساعدهم.
تحدثتم عن سيناريو معين ربما تنضم في الختام إيران في الاتفاق. نعم أنا أرى ذلك، هذا محتمل تماما. رئيس الوزراء نتنياهو، هذا جيف ميسون يرتدي أكبر قناع شاهدته في حياتي، يريد أن يعرف عن رأيكم عندما تنتهي كل الاتفاقات. قلت له لا أتفاجأ أن انضمت إيران وكانت ودودة، وأعتقد بأن إيران ستنضم بشكل أو بآخر. ما رأيك في ذلك؟ كنت سأقول أنني عندما تحدث أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لم أقل بأنني أعارض أي اتفاق، قلت أني أعارض هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق لم يفرض أي شروط أو لم يطلب أي تغيير سلوكي من إيران. فإيران زادت اعتداءاتها بعد الاتفاق بدلا من تقليلها، صواريخ البالستية وتخصيب اليورانيوم للقنبلة النووية والذرية وكذلك إرهابها في المنطقة. فهذا ما قلته عندما تحدثت مع مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن هذا لن يحصل إلا إذا ما واجهت إيران معارضة قوية جدا تجاه أعمالها العدائية. إذا ما تعاملنا معهم بشكل رقيق فلن نحصل منهم على شيء، و كما قلت إذا ما منعناهم من الحصول على سلاح نووي ربما نتوصل إلى اتفاق أفضل، اتفاق حقيقي ولن يعارضه أحد، ولكن إلى الآن هذا الشيء غير متاح. الكل موحد، وعندما يحصل كل ذلك ولن يكون الأمر بعيدا، إيران سوف تنضم بشكل أو بآخر. إن لم تكن ضمن الاتفاق فسيكون سعداء جدا. تعرفون لماذا؟ هم تعبوا من القتال ويعرفون ما يجري، لديهم شعب عظيم ويردون أنهاء كل هذه المسائل. في الحقيقة إذا ما فزنا في الانتخابات، أنا لا أقول إذا أو متى، ولكن أولى النداءات التي ستردني ستكون من إيران وسيقولون لنعقد اتفاقا، من أولى المكالمات التي ستردني. لا يريدونني أن أفوز، وروسيا لا تريدني أن أفوز أيضا، والأمر المميز بين هذين البلدين كلاهما لا يريدني أن أفوز في الانتخابات، ولا بأس بذلك، ولكنني أعتقد بأننا سنفوز. وإذا ما طلعنا على ما يحصل في الولايات والانتخابات و هذه الموجة الحمراء العظيمة لم تضرب بعد، وستكون موجة حمراء عظيمة لم نشهد لها مثيلا من قبل، موجة عارمة كلها حمراء، وستكون رائعة الجمال. أتمنى لكم وقتا سعيدا، شكرا جزيلا.